تقول عندنا نحن قد يكون ابتلاء بسبب ظروف الحياه وكذا، تقول ما كنا نصلي صلاه الفجر وانا عندي ضعف في السمع يعني تقول سمعت احد المشايخ يقول بان يعني الانسان الذي ما يستطيع القيام على صلاه الفجر يعاقب نفسه بالسهر ثم لتحصيل صلاه الفجر في وقتها، تقول من سمعت هذا الكلام وانا على هذه الحال اسهر اقوم الليل واصلي الفجر ثم يعني اوقظ الاولاد على الصلاه وبعدين المدرسه بعدين انام الى قريب العصر، ولا تفوتني لا صلاه الظهر ولا صلاه العصر، تقول لكني اشعر بان هذا يعني اشعر بشيء من الانزعاج وكذا هذا القبيل، أختي ام عبد الرحمن طبيعي تشعرين بشيء من الانزعاج وعدم الرضا، لماذا؟ لانك خالفت سنه الله الكونيه في الخلق والعباد، فالله جل وعلا جعل النهار معاشا وجعل الليل سباتا، فالليل هو محل النوم، محل الراحه، محل يعني يعني استرداد الانسان طاقته ليستقبل النهار الذي هو فيه المعاش والعمل، فلذلك طبيعي، والاطباء مجمعون على ان نوم الليل افضل من نوم النهار. الاطباء مجمعون على ان نوم الليل افضل من نوم النهار هذا بالنسبه للشيء الاختياري للانسان يعني، اما اللي عنده اعمال رجل مسؤول، رجل امن يحرس البلاد والعباد، رجل حارس على منشاه، يعني هؤلاء يعني لهم لهم اجرهم عند ربهم بسبب عيونهم الساهره. لراحة العباد وامن البلاد لكن الشخص الطبيعي اللي ما عنده مشكله هذا خالف سنه من سنن الله الكونيه، الله تعالى جعل الليل هو السبات وهو الراحه محل الراحه ومحل النوم، فلذلك أخت الفاضله قد يكون يعني هذا اجتهاد من يعني احد المشايخ لكن هدي النبي عليه الصلاه والسلام هو اكمل الهدي، كان النبي عليه الصلاه والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده، فذلك انت تحتاجين ان تعيدي آآ آآ ترتيب حياتك وان يعني تنظمي مساله النوم، النوم في الليل والعمل في النهار.